مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا متابعين قناة صدى البلد وأولى حلقات برنامج كلام ما بيننا. هتقدم لكم النهاردة في كلام ما بيننا حاجات مختلفة وبرنامج يا رب يكون منكم وليكم. هنناقش فيه موضوعات اجتماعية وأسرية، ثقافية، فنية، طبية، كل اللي نفسكم فيه. وإن شاء الله كل حلقة أوعدكم هتكون مختلفة عن اللي قبلها، بس انتوا بقى وعدوني ان انتوا هتتواصلوا معايا وتبعتولي على المواضيع اللي حابين ان احنا نتناقش فيها، وهنعرف رأي برضو المتخصصين فيها وهنجاوبكم ان شاء الله على كل تساؤلاتكم. بس اهم حاجة عندي يا جماعة من اول حلقة كده، عايزة اتفق معاكم على اتفاق، عايزين نكون دايما ايجابيين، نتكلم في حلول، ولازما وحتما ولابد نكون متفائلين. بصوا هقول لكم على حاجة، مفيش أبدا إنسان ناجح أو متميز وتلاقيه سلبي أبدا، استحالة. لازم يكون إيجابي وشايف الحياة بطريقة كده حلوة وإيجابية، هتلاقيه دايما متفائل ومبتسم وباصص لنص الكوباية المليان مش الفاضي أبدا. علامات الرضا على ملامحه وبشوش كده، وتلاقيه دايما كده بيضحك كده وشه مفرود. أما تلاقي الشخص ده وتلاقيه بالصفات دي، أرجوك يا إما بقى تصاحبه يا إما تشاركه في شغله، إلزق فيه بأي شكل، ما تسيبهوش، حاول إن أنت تلاقي أي فرصة إن أنت دايماً معاه. عارفين المثل اللي بيقول جاور السعيد يسعد؟ هو ده. وأي حد بقى على طول متشائم وبيصدر طاقة سلبية، ابعدوا كل البعد عنه، اجروا قولوا يا فكيك. الشخص ده هتلاقيه عامل ازاي؟ هتلاقيه دايما بيشتكي، دايما مكشر، يا ساتر، هتلاقيه كده كأنه بيشفط الأكسجين من الجو. عارفين احساس الخنقة ده؟ لازم نعرف يا جماعة ان احنا زي المغناطيس بنجذب الطاقة الإيجابية او السلبية على فكرة، وده اختيارنا. واللي بتقول عليه لنفسك وقلبك مصدقه بيحصل بيحصل. بصوا هحكي لكم على قصة ليها علاقة بالكلام اللي أنا بقوله ده. أحد الفنانين الراحلين زمان في لحظة عدم إدراك كده تعرض عليه لو يختار بين الصحة والمال، إن هو بس يختار حاجة فيهم، فقال إيه؟ يا رب مليون جنيه وسرطان. دي كانت أمنيته، يعني أنا عايز مليون جنيه ومرض. تخيلوا ايه اللي حصل، اتصاب بالسرطان بعد ما وصل للمليون جنيه بالظبط. اللي عايزه اقوله، اللي انت بتتمناه